هاي هاي، في قصة عم تصير هون. بشير مسافر شهر وراجع يتجوز، ونيكول نطرته مثل العادة. قطع الوقت بسرعة ورجع العريس بكل حماسه تياخد عروسته الحلوة ويتجوزه. يا الله، وين صار بشير؟ تأخر كتير، معقول يكون غير رأيه؟ يه 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 يه، ولك شو عم بيصير؟ بس ما كانت عارفة انه الباش تعطلت سيارته. يا الله، مش وقتها أبدا. شو بده يعمل هلأ؟ تأخر كتير، عم يمرق الوقت ونيكول ناطرة. بس الباش ما يقس وصار ينبش على حيلا وسيلة ليوصل عند خطيبته، حتى لو اضطر يطلع على موتو. بس للأسف بعده الحظ عم بيعاكسه، حتى الموتو ما وصلوا لعنده. وهون قرر يعتمد على حاله، وبس على حاله. بلش يركض ويركض ويركض تحت الشمس القوية. وأخيرا وصل عبيتها ليخدها، وبلش يعيط لها لتنزل بسرعة، بس ما كانت عم تسمع. رجع قرر يكبلها طابع على أزازة، بلكي بتطل. ولك لا 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 لا، صاب بالكون الجيران. يعني من بعد ما جرب كل الطرق وبالاخر طلت الملكة. بس كانت متفاجأة، اتجوز؟ لك مين قالك بدي اتجوز؟ يا حرام، وصارت تتصعب عليه وتطلب ياخدها على حصان. يا عيني، ومن وين بده يجيب حصان هالمعتر؟ فكر منيح وكمان مرة ما استسلم، وسحب للحال من الشنطة. وبدورة نيكول زاد إصرارها على الحصان، يا حصان حقيقي أو بليها. فتحت لينا حنا العرب.